تصريح آخر للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اتهم فيه حركة حماس باستخدام مستشفيات غزة، وخاصة مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في غزة، كمراكز حربية تنطلق منها عملياتها العسكرية، إضافة إلى وجود مجمع أنفاق أسفل مستشفيات غزة. Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. الجيش الإسرائيلي اتهم حماس أيضاً بأنها تستخدم الوقود الموجود بالمستشفيات لأغراض عملياتها العسكرية، لكن حماس نفت هذه التصريحات واعتبرتها أكاذيب لا أساس لها من الصحة. إسرائيل تمهد لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا. استهداف مستشفى الشفاء سيكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني بسبب لجوء أكثر من 40,000 نازح بالمستشفى. تصريحات الجيش الإسرائيلي تأتي بعد مرور 10 أيام على استهداف مستشفى المعمداني بغزة الذي راح ضحيته أكثر من 470 قتيلاً فلسطينياً.